في السودان مشاهدينا لم يسلم أي شيء، صور ومقاطع فيديو ضجت بها منصات التواصل لعمليات نهب وسرقة لخارجين عن القانون تبدل فيها الجيش والدعم السريع الاتهام بالمسؤولية عنها، تتم في وضح النهار رغم نار المعارك المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما تسبب بحالة فوضى وفراغ أمني حتى أن بعضها تتم تحت تهديد السلاح. محال تجارية، منازل، ممتلكات سكان الخرطوم، سوق أو ممتلكات سكان الخرطوم، سوق ذهب، كلها تعرضت لعمليات سرقة. واللافت هنا غياب الشرطة في تأمين الأسواق والمرافق العامة الحيوية. فمثلا هذا منزل لمواطن مكلوم، سنشاهد طبعا الفيديو بعد هذه الصورة، تعرض للسرقة في منطقة الصافية بالخرطوم بحري. نستمع لما قال. ما اللي تشوف فيه؟ هسه العزبة، عزبة كافوري في شارع الانغاس، تم نهب البيت تماما، تحطيم الابواب، التشفي، كل شيء تشال. حسب الله نعم الوكيل، اللهم اجرنا في مصيبتنا. تماما البيت نهب تماما. أما هذه العربة مشاهدين، يقول مغردون إن مواطنين أوقفوا سائقها واستولوا على كل ما فيها. كتب أحمد الجنزوري في تغريدة أرفقها بفيديو يقول: عمليات سرقة ونهب في الخرطوم مع استمرار الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. نشاهد. حرام هي حرام. نزلوا راديو من العربية وقفوا العربية فيها بفيها. وهنا مشاهدينا حنان أمين نشرت صورا في تغريدة وكتبت تقول: نهب وسرقة محلات في عفراء مول في الخرطوم. نشاهد. ليس هذا فحسب، بل انتشر فيديو يظهر سرقة متاجر ذهب بأكملها أيضا في العاصمة الخرطوم. نشاهد. ومع كل هذا ورغم غياب الشرطة وعدم حماية الممتلكات والمتاجر، وجد مواطنون أنفسهم مجبورين على حماية ممتلكاتهم من النهب والسرقة بهذه الطريقة. نتابع. أرجع حرام، أرجع حرام، أرجع أقول أقول أديو 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 حرام أديو أي أرميو أرميو أرمي الحرامي أرمي الحرامي أرمي الحرامي. كل هذه الحوادث أو الأفعال لقت شجبا واستنكارا من قبل السودانيين على منصات التواصل، إذ يعد مؤشرا خطيرا قد يؤدي إلى حالة انفلات أمني واسعة في قادم الأيام. ونتابع هنا مشاهدينا بعد ردود الفعل على تويتر. مازن سعد مثلا يقول في تغريدة: بتم استغلال الأزمة الآن من قبل ضعاف النفوس، سرقة ونهب، أسعار الباصات والترحيل بقى موازي لأسعار الطيران، أسعار الشقق في مدني وصلت مليار وشوية، اتقوا الله في العباد. وهنا أيضا تغريدة أخرى لأحمد يقول: مع أني ما عندي علاقة بالمكان لكن زعلان زي اللي كانوا نهبوا مكاني، الله يجازي السبب، حسبنا الله ونعم الوكيل، ربنا يعوضهم إن شاء الله وربنا يحفظ الباقين. أيضا هناك تغريدة أخرى لأيمن يقول: الحرب تأكل الأخضر واليابس، ربنا يلطف.
وبعيدا مشاهدينا عن كل هذا، أظهر شاب سوداني موقفا جميلا عن السرقة. ربما تستغربون، نعم عن السرقة. دعا في فيديو سكان الخرطوم الذين نزحوا من منازلهم بسبب الاشتباكات إلى استضافتهم في بيته. تفاعل معه المغردون وصاروا يوجهون دعوات مماثلة للنازحين، فقال لهم لا تسرقوا ضيوفي، أنا بدي أضيفكم، بيتي مفتوح لكم، ويا مرحبا فيكم. نشاهد. الواحد بيكتب تعليق حبابكم في حلة فلان وحلة علان ويسرقوا في ضيوفي. يا أخي أمشي، أنت داير دارتك ريمون، نزل فيديو قوت رقمك قول لهم يا أخي مرحب بيكم حبابكم في حلتنا المتواضعة، قوت رقمك خلي الناس تجيك، لكن ده ضيوفي، ده ضيوفي ضيوفي نزلوا عندكم رفاعة حرمها لي، والكرم هو لكم ومنكم وفيكم، لكن ما تجي منشوري ولا تسرق ضيوفي. نزل لك فيديو براك يا أخي، قول لهم كده كده 1 2 3 4 5. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.